مواجهات عنيفة وكوارث طبيعية وسياسية في العراق وأحداث لا تبشر. برحب بحضراتكم معانا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات لسيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف والأخطر من التوقعات العربية وأيضا العالمية لعام 2023. فكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو أنت جديد معانا ياريت تشرفنا بالاشتراك في القناة، وما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. تتوقع ليلى عبد اللطيف ان المغرب سنرى فيها الامن والجيش المغربي هيكون على استعداد لردع اي عمليات تخريبيه قد تطال المغرب خلال المراحل الراهنه وايضا القادمه، والشعب المغربي سيكون خلف القياده والملك مهما كانت الظروف. ازمه سياسيه مفاجاه توتر الاجواء بين المغرب والجزائر، وحاله من الحزن والحداد تلف المغرب لحدث ما. سيقود الملك المغربي حمله واسعه على الفساد، وسنرى أسماء شخصيات مغربية كبيرة بعيدة عن الساحة السياسية، وبعض هذه الشخصيات ستكون وراء القضبان بعد حدوث ثورة إصلاحات وأرى تغييرات كبيرة في الحكومة المغربية. جلالة الملك المغربي يتعرض لعرض صحي طارئ ويمر بسلام بإذن الله. الأردن في قلب الحدث من جديد، والحدود الأردنية هي الحدث. المخابرات الأردنية تكشف عملية تهريب جماعات مسلحة إلى داخل الأردن، ويتم القبض على زعيم الخلايا المسلحة. والمخابرات الأردنية تتلقى الدعم والتقدير والمكافأة من الملك الأردني شخصياً بصورة خاصة، وأيضاً من الشعب الأردني بصورة عامة. الملك الأردني عبد الله بيتصدر الوجهة قريباً ويصدر الأوامر بحملة تغييرات داخلية واسعة. حريق مفاجئ بيندلع في أجواء محيط البيت الأبيض، وبتشهد أمريكا موجة ركود وبطالة، والشارع الأمريكي يشتعل من جديد. الشيخ محمد بن زايد يزور قطر بشكل مفاجئ، والشيخ تميم بن حمد في الإمارات. البيت الأبيض بيستقبل بالمرحلة القادمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بيرافقه الشيخ محمد بن زايد، وهذا اللقاء مع الرئيس الأمريكي يفتح أفاق جديدة للعلاقات القادمة ما بين أمريكا ودول الخليج. الإمارات تستقبل حدث فني كبير، ومن خلاله ستبقى دولة الإمارات لؤلؤة ناصعة تضيء كل ليلة الأجيال والبلاد، وتشرق مع كل صباح على رؤية مزيد من الازدهار والأمن والأمان. المملكة العربية السعودية هتكون أمام حدث عالمي وتاريخي من خلال الدعوة إلى تكريم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في دولة عظمى بمشاركة وحضور شخصيات عالمية بارزة ومن عدة دول عربية وأجنبية. وسوف يحصد ولي العهد السعودي من خلال هذا التكريم كل الدعم والمساندة على كل الإنجازات الكبيرة التي تحققت على يد ولي العهد السعودي سواء في الداخل السعودي أو الخارج. وسنرى سمو ولي العهد يتلقى التهنئة والمباركة بسبب تحقيق إنجاز غير مسبوق على الصعيد الخارجي، وهذا الإنجاز الكبير سوف يلقى كل الترحيب من العالم العربي عامة ومن المجتمع الدولي خاصة. وأنا أقول بكل ثقة أنني أرى أن هذا الإنجاز الكبير سوف يشكل معجزة سياسية وعربية بكل معنى الكلمة، ويستحق عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كل الشكر والتكريم والتقدير على هذه الإنجازات. العراق أرى يتجه نحو الدخول إلى مرحلة قد لا تشبه أبداً المراحل السابقة، وخاصة على الصعيدين السياسي والسيادي، والمرحلة القادمة تحمل عناوين كبيرة للتغيير الشامل. أرى العراق اليوم في مرحلة تقرير المصير، وأرى المواجهات والاشتباكات للأسف تتجدد في الشارع العراقي في أكثر من منطقة عراقية بين أنصار الصدر والأطراف الأخرى، وتكون هذه المرحلة هي الأخطر على العراق منذ رحيل الرئيس الراحل صدام حسين. وأرى أن الخطر الحقيقي لعملية تقرير المصير سيكون على أكثر من شخصية عراقية بارزة، ولن يكون السيد مقتدى الصدر هو الوحيد أمام هذه الأخطار لا سمح الله، والله يحمي العراق وقيادته وشعبه. سنسمع من السيد مقتدى الصدر إعلان تاريخي أو مصيري، والتطورات القادمة على العراق تشهد هروب بعض الشخصيات العراقية إلى خارج العراق. أيضا سنرى ابتعاد بعض المسؤولين عن الوجهة السياسية في العراق، والساحة العراقية تأتي بأسماء جديدة مع بداية سقوط الأسماء القديمة. كمان بتتوقع قرار أمريكي مفاجئ باتجاه العراق وسوريا، ترافقه عملية جوية ضد الطائرات المسيرة، وتقوم بضرب بعض المواقع في العراق،
وأيضا تتوقع حدوث عاصفة جوية مع هطول أمطار غزيرة وغير مسبوقة تضرب بعض المناطق العراقية وتهدد بحدوث فيضانات وسيول جارفة والشوارع تغرق بالمياه. كمان الأنظار والإعلام على مدينة النجف في العراق لحدث مؤسف، وأرى السيد مقتدى الصدر في الوجهة من جديد، وأيضا شايفة دور كبير من شعب العراق للسيد مقتدى الصدر. كمان تتوقع ليلى عبد اللطيف ان روسيا هتعمل على مبادرات تصب الى ضروره الحوار الدولي المباشر مع رئيس الاسد بصفته الممثل الشرعي الوحيد للسياده وللشعب السوري، وهنا سنرى بروز ادوار اجنبيه وعربيه فاعله تساند الرئيس الروسي لانجاح هذه المبادره. ومن خلال رؤيتي الخاصه اقول انني لا ارى ابدا ان اي دوله في العالم تريد ابعاد او اسقاط او رحيل الرئيس الاسد عن سده الرئاسه السوريه وتسليم سوريا للمجهول. ومن هذا المنطلق أرى سوريا بقيادة الرئيس ومعه غالبية الشعب السوري هم وحدهم الذين سيفرضون الشروط والحلول لحفظ الأرض والأمن والسيادة تحت جناح الجيش السوري النظامي. وإذا كانت المؤامرة اليوم على سوريا كبيرة، فسوف نرى في النهاية أن يد القيادة والجيش والسوريين لن تكون قصيرة، لأنها سوف تمتد وتتكاتف، وهذه الأيادي تتشابك للخلاص مع كل الشرفاء من كافة الطوائف السورية، وسوف تتعاون على إعادة البناء والإعمار مهما طال الانفجار. لذلك ستشهد سوريا طاولة حوار بيجمع لها جميع الأفرقاء والوسطاء في سوريا ومن خارج سوريا من أجل وضع خارطة طريق سيادية وإيجاد الحلول التي تضع سوريا أمام بداية الإنجازات الكبيرة. وسوف تحصل سوريا على مساعدات دولية عاجلة لبدء عملية الإنماء والإعمار والإزدهار. كمان شايفة أن السيناريو الإنقلاب اللي حصل في سريلانكا هيتكرر وحيطال عدة دول خاصة دول أفريقية وأسيوية. كمان شايفة أن نيجيريا والهند وباكستان وكازاخستان هي من أكتر الدول اللي بيحوم حواليها وفي أجواءها خطر تكرار سيناريو سريلانكا، وهذه الدول سوف تشكل الحدث الأبرز خلال المراحل القادمة. كمان حيشهد لبنان هذه المرة إقفال بيشمل كميات كبيرة من الحجارة وبشكل غير مسبوق، وهنشوف الطرقات بتتسكر بالحجارة لحدث كبير وخطير. وبكده متابعين الأعزاء نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف وتوقعاتها العربية والعالمية لعام 2023. بشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة، وهنستنى تعليقاتكم وآرائكم، ودمتم في حفظ الله.